طيب لتفاصيل أكتر عن هذه الواقعة بينضم لنا الأستاذة فتحية الديب طبعا من محافظة الشرقية. بصبح عليكي وأهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ هشام على حضرتك وكل السادة المشاهدين. يا صباح الفل. طبعا نعرف منك طبيعة المشكلة، كم شخص اتنصب عليه وكم شخص اتهم بالنصب في هذه الواقعة؟ هو زي ما حضرتك تفضلت في البداية وعرضت الخبر، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت منذ مساء أمس بلاغا من عدد من الاهالي مقيمين اغلبهم بقريه تدعى قريه هوربيت تابعة لمركز ابو كبير، بيتهموا فيه شخص معين. هو ده الشخص المتهم الرئيسي اللي الاهالي حددوه او اللي معروف لديهم، يدعى الشيخ احمد كما يقال في المحضر. هو مدرس بالازهر، ان هو كان بياخد منهم مبالغ ماليه بزعم توظيفها في تجاره الدواجن، شراء الاراضي الزراعيه، ومقابل ارباح مرتفعه كل شهر. بعد فترة بدأ إن هو يعني تعثر وما يدفعش الأرباح. الثابت في المحاضر الرسمية حتى الآن 19 محضر في الشرطة، لكن في محاضر تانية حررت في النيابة العامة. يقال حاليا إن المبالغ يعني حسب الرسمي تخطت 20 مليون جنيه، لكن لسه ما نقدرش نحصرها. ويمكن النيابة العامة 20 مليون من مجموعة من قرية واحدة؟ هم مش من قرية واحدة، من عدد من القرى المتابعة، لكن هو مقيم تحديدا في قرية هوربيت، وأغلب الضحايا من قرية هوربيت ومن مركز أبو كبير. بس الضحايا كلهم من مركز أبو كبير. من مركز أبو كبير حتى الآن. تمام. ويمكن النيابة العامة بأبو كبير بإشراف المستشار حلمي عطلة المحامي العام لنيابات شمال الشرقية أمرت بحبس المتهم الرئيسي 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويمكن في محاضر لسه بتتلقاها النيابة العامة في هذا الشأن، هنتابع مع حضرتك فيها بإذن الله. طيب هل هذا الشخص المتهم بالنصب تم القبض عليه؟ بالفعل يا فندم تم القبض عليه، والنيابة العامة وجهت ليه اتهام وتحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات. تمام. أنا بشكر جزيلا زميلتنا فتحية الديب من محافظة الشرقية، بشكرك ألف شكر.